يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيكون في مقدمة مستقبل أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد يوم غد الخميس الموافق 30 من شهر أغسطس الحالي في زيارة رسمية يجري فخامته خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية. ينتهز الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لفخامته طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.